مساء الخير وجمعة مباركة على كل مشاهدي برنامج سارة. أيام قليلة تفصلنا عن عام 2019، أغلبنا يهتم بالفلك وينتظر أخبار الأبراج، تفاصيل مهمة مع الفلك الروحاني سلمى. الفلك الروحاني سلمى، مساء الخير عليك. مساء الخيرات، كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. كل الأخبار وياك اليوم، احنا حناخذ كل الأخبار منك. يعني أتمنى نكون خفيف الظل بالمناسبة. أكيد. بس قبل كل شيء خليني يعني بما نحن مقتربين على سنة جديدة، أكيد، فأحب أن أقدم أجمل التهاني والتبريكات إلى جميع متابعي قناة السومرية الفضائية وإلى الشعب العراقي بشكل خاص وإلى المتابعين بشكل عام، وإن شاء الله تكون سنة خير ومحبة وسلام إن شاء الله. وتقدم، واللي الاشخاص اللي ما قدروا يحققون منجزاتهم او ما كانوا يرغبون له بالسنه الماضيه، نعم، ان شاء الله بهذه السنه يحققوا ان شاء الله. احنا اليوم نتكلم عن الابراج بمناسبه 2019، يعني بدايه السنه اكو ناس متفائله بابراجها واكو ناس خايفه، فاليوم احنا نريد نتكلم عن الابراج. بدايه، برج هذه السنه، البرج اللي راح يكون بقمه السعاده او اللي يكون هو مترأس على الابراج، شنو هو؟ قمة السعادة واللي عيني عليه باردة هم موالد برج القوس على الأطلاق. هم أفضل الأبراج لهذا العام. مبروك عليكم. هم الآن اللي يتصدرون الـ الـ الأبراج إلى نهاية السنة. طيب، يعني هم راح يكونوا متميزين. ماكو برج بعد يلحقه؟ طبعا أكيد، البرج القوس بالدرجة الأولى. بالدرجة الأولى. بالدرجة الأولى عندنا الأبراج اللي تأتي بالدرجة الثانية، الحمل، الأسد، الجوزاء. جوزاء من ضمنهم. الله يبشرك بالخير. بالدرجة الثالثة عندنا الميزان أيضا. والدلو. بالدرجة الرابعة العذراء، وبالدرجة الخامسة عندنا السرطان والحوت، والدرجة السادسة الثور، وآخر برج راح يبذل مجهود ويتعب بس يحصل بآخر شهر من السنة. والسنة القادمة راح تكون إلى إن شاء الله هو برج الجني. طيب، قبل ما نبدأ بالأبراج، نعرف كل سنة تكون مميزة للشباب، يعني أبراج يعني تكون معينة للزواج. هذه السنة يا أبراج اللي راح يتزوجون، راح نعرسهم؟ حلو، خوش سؤال. كثير من الشباب يفكرون بهذا الجانب، بالأخص النساء طبعا أكثر شيء، يعني طبعا بكل صراحة. فأقدر أقول أكثر الأبراج على الجانب العاطفي مميزين بهذا الجانب، واللي ممكن تكون عندهم زواجات هذه السنة موالد برج الجوزاء. برج الجوزاء. الجوزاء. وبعد اكو برج اخر؟ اكيد اكو ابراج، مثلا عندنا احنا الدلو ايضا، الجدي نوعا ما بالرغم من المتاعب اللي يواجهها، ايضا هم عندهم فرص للزواج ايضا، والقوس. نعم. الزهره راح تكون استثنائيه، يعني طبعا هي راح تكون موجوده في كل الابراج كوكب. نعم. الزهره، لكن راح يكون استثنائي بمده اطول بالقوس وبالجدي وبالدلو. نعم، احنا ما نريد نشائم المشاهد، لكن اكو برج اكيد راح يكون مظلوم هاي السنه نوعا ما، مو جدا مظلوم. مظلوم؟ مظلوم، لا مو هو مو مظلوم، وانما البرج الاكثر يعني مقاسات ومتاعب هو برج الجدي. طبعا الاسباب، نعم، احنا عاده لما نجي نحلل على اساس الابراج الصاعده والابراج النازله، نعم، ناخذ بنظر الاعتبار الكواكب العملاقه الكبيره المؤثره. واهم كوكب ناخذه هو كوكب جوبيتر المشتري. هذا الكوكب مهم جدا، يبقى في كل برج سنه كامله. نعم. المشتري عندما يكون موجود في برج يدعم أصحاب ذلك البرج ويدعم أصدقاء ذلك البرج. نعم. إضافة لذلك نأخذ بنظر الاعتبار البرج السيء أو اللي يعطينا متاعب أكثر أو بذل مجهود، اللي هو كوكب زحل. لما يكون موجود في برج، في برجنا نتعب ونبذل مجهود أكثر وأصدقائنا أيضا يتعبون. نضيف إلى ذلك عندنا كوكب كثير من المهتمين قد لا يأخذون بنظر الاعتبار، لكنه كوكب جدا مهم، هو كوكب أورانوس. أورانوس كوكب التغيرات والمفاجآت، وهذا الكوكب من فترة زمنية طويلة في الحمل، وبدأ بهذه السنة تراجع بالثور ورجع من جديد الآن في الحمل. نعم. إلى تحديدا الخامس من شهر آذار من عام 2019. نعم. وحتى بدقة أكثر الساعة 6:36 بتوقيت بغداد راح يكون كوكب أورانوس بالكامل خارج الحمل، دخل بالثور. والآن يرتاح مولد برج الحمل، طبعا بعد هذه الفترة ارتياح كامل مولد برج الحمل اللي عانى بالفترات السابقة، وأقصد الفترات الحالية واللي قبلها بالسنين اللي قبلها، من فترة عدم استقرارية وحالة من المفاجآت والتغيرات على الجانب العاطفي، الجانب المالي، على جانب الوظيفة أو ما إلى ذلك. بعد الخامس من شهر آذار مارس من عام 2019 يستقر الحمل بالكامل، يعني
اللي كان عنده مشكلة لها علاقة بانفصال أو زواج راح يحلها خلاص بعد. اللي كان عنده مشكلة بمسألة خلينا نقول عمل راح يقرر إنه هذا العمل راح يأخذه أو ينهيه. اللي كانت عنده مشكلة بسفر واستقرارية راح يستقر. الحمل هو برج الاستقرار ابتداء بعد الخامس من شهر آذار مارس. نعم. الثور راح يدخل أورانوس وين يدخل أساسا بالثور فيسبب تغييرات ومفاجآت. خلي سمعوني مواليد برج الثور. أنت أبو بدأ بالأبراج. الآن مواليد برج الثور. نعم. لاني عنده مشكلة ويا حبيبته برج الثور سينفصل باحتمالية كبيرة جدا. واللي عنده مشكلة مع امرأة قد ينفصل عنها باستمرارية باحتمالية كبيرة جدا. واللي عنده مشكلة في عمل أو عنده بيقدم على عمل قد يفقد عمله. برج الثور. لكن نعم. للأمانة ما أريد يعني أنا ما أريد انطفال سيء للموجودين. إحنا نقول كوكب المفاجآت والتغيرات موجود بالثور وراح يبقى 7 سنوات بالثور بالمناسبة. سبع سنوات ما أريد برج الثور هم عندهم تغيرات مفاجآت فظيعة وغريبة. طيب. لم تكن بالحسبان. في بعض الأحيان هذه التغيرات تكون إيجابية لصالح الشخص وليست سلبية. يعني قد يكون الانفصال من صالح هذا الشخص أو من صالح الفتاة والعكس صحيح. فبالتالي هي تغييرات معينة راح تكون فجائية في 2019 تحديدا بعد الخامس من شهر آذار مارس 2019. الجوزاء من الأبراج الممتازة جدا على الجانب العاطفي. والآن لما أقول جانب عاطفي كوكب المشتري في منزل الشراكة في منزل اللي احنا نسميه منزل الأسرية بين قوسين. طيب. فمولودة برج الجوزاء بين قوسين أو إذا كان عندها أو خلينا نقول بين قوسين مولد برج الجوزاء على مستوى الأسرة والعائلة المتزوجين توطيد علاقة مع الشريك هي علاقة رائعة جدا مع الشريك. طيب لغير المتزوجين ممكن يكون زواج أو ممكن يكون عندهم خطوبة أو تعارف يقود إلى محبة بالمستقبل قد يقود إلى أو ممكن زواج. علاقات ناجحة لكن علاقات عاطفية هنا نحن نحدد عاطفية تحديدا الجانب العاطفي. طيب. لكن للأمانة أيضا راح نطفت خطوة أيضا يعني خلينا نقول فكرة معينة بهذا الجانب لازم نأخذها بنظر الاعتبار أنه الجوزاء التغييرات والمفاجآت اللي راح تكون بالنسبة لبرج الجوزاء هي تغييرات إيجابية أكثر من كونها سلبية عكس الثور. خلينا نقول الثور نتوقع تكون السلبية أكثر من الإيجابية. لكن بالنسبة للجوزاء الإيجابية أكثر من السلبية. حلو. بهذا المضمون. طيب السرطان. سرطان هذه السنة من الأبراج اللي راح يبذل مجهود ويتعب وأكثر ما تعبه هو تعب نفسي وصحي. لهذا إحنا نحذر مواد برج السرطان من التصرف بانفعالية أو من التشائم. هم أساساً متشائمين معروفين برج السرطان يعني. إحنا نحذرهم أكثر من التشائم هذه السنة. ليش؟ شنو سبب التشائم من هذا البرج؟ أي يعني طبعاً لحظة أكثر الأصدقاء اللي يعرفهم ببرج السرطان يكرهون هذا البرج. يكرهون برجهم أصلاً. شوفي السرطان حساس. نعم. حساس برج لطيف برج يعني سلس. برج مائي عاطفي مشكلتهم متشائم يعني ما عندهم نظرة تفاؤلية للمستقبل. هذه مشكلة السرطان بشكل عام. لكن هذه السنة ليش برج السرطان راح يبذل مجهود بالجانب النفسي والصحي أكثر شيء؟ جوبيتر موجود في المنزل بين قوسين المنزل اللي ما يدعمهم على الجانب الصحي. طيب. وهو منزل خطر بالنسبة لهم. بالتالي إحنا شنو نقول؟ نقول عليهم وان برج السرطان أن يحافظون على كيانهم على كينونتهم على خلينا نقول الحالة النفسية بالنسبة لهم قد نعم. يتعرضون إلى بعض خلينا نقول ما نقول صدمات وإنما بعض الخضات يعني. طيب. فهم راح يعني. الأسد. يتعبون نوعا ما. الأسد نجي على الأسد. أوه روعة هو ثاني أفضل الأبراج هو الحمل طبعا والجوزاء. الأسد. الأمر اللي دا تنتظر مولود. نعم. وماكو مولود بالطريق. إحنا نبشر هاي السنة راح. يعني إن شاء البشارة الله. إن شاء الله البشارة بمولود ممكن بالطريق يكون أو البشارة بخبر سار إلى علاقة بأكثر ما تكون الجوانب الأسرية والجوانب الحياتية. مولود برج الأسد من الأبراج الصاعدة جدا وعلى الجانب العاطفي أيضا صاعد. يعتمد على الرجل والمرأة البرج اللي التفاصيل تتكلم عنها؟ نعم. الرجل والإمرأة نفس الشيء. فهم من الأبراج الصاعدة من ناحية الزواج من ناحية العلاقات من ناحية الأخبار السار بجنين بمولود حمل ممكن؟ حمل ممكن أحسنتي حمل. للمعلومات أيضا على مستوى الدراسات العليا ذول يقدمون دراسات عليا أو هذه السنة أيضا برج الأسد من الأبراج الصاعدة والحلوة على مستوى الدراسات أيضا. طيب. من بعدها العذراء مهنيا لكن نحن برج العذراء مميز ما اعرف شنو اللي يميزه لكن هو نشوفه دائما بالابراج حتى باخبار اللي تكون مثلا عن الابراج بالسنه مميز
إلى هيبته إلى جماليته. لا العذراء، أشوف العذراء هو من الأبراج العملية، شو معروفة حتى يعني الامرأة العذراء امرأة مرتبة، امرأة نظيفة، امرأة مدققة بكل شيء، بس امرأة غالبا ما تواجه مشاكل بالأمور العاطفية، لأنه براغماتية عملية يعني مو رومانسية بيقرسين حتى عملية. طبعا العذراء مو رومانسية، مع العلم أن حتى مشاهير من برج العذراء يتغنون بالرومانسية، بس مو بالأساس ترى مو رومانسيين. العذراء من الأبراج العملية البراغماتية الواقعية. نعم. العذراء أنطي فكر تجاري، أنطي يبرز موهبة في كيفية استقطاب الجانب العملي والتجاري. العقلية التجارية دائما هي تكون ما أعرف هذه هي نظرة وجهة نظري. بالنسبة لموت برج العذراء. تكون يعني أفضل من العاطفية. إحنا ما عندنا أفضل وأسوأ، إحنا عندنا العذراء بشكل عام. نعم. كبرج هو برج أكثر ما يكون براغماتي عملي. هذه السنة شنو هو اللي يميزه؟ يميزه عليه الحذر من المقربين ومن الأصدقاء ومن الناس اللي من حوله. الحذر، خلي يسمعوني مولد برج العذراء. أيوة. ديروا بالكم. مولد برج العذراء، خلي يسمعوني. هذه السنة هي سنة مميزة، الحذر من المقربين من الناس اللي من حولكم، لأنه هذه السنة أنتوا راح تدخلون في مسألة يعني. ولو أنتم ما تستغلون يعني برج العذراء بشكل عام مو من الأبراج اللي تستغل. ذكي طبعاً، ذكي، لكن عليه الحذر. احذروا. هذه الحالة العامة المميزة بالنسبة إلى برج العذراء في هذا العام. طيب من بعده العذراء ثم الميزان، برج العدالة. طبعا خلف الكواليس عندنا المصور برج الميزان. برج العدالة يقول. يسوي لي طبعا برج العدالة وبرج يعني الميزان هو برج هوائي، يتميزون أصحابه بالاجتماعية، بالحلاوة اللسان. بيتوتيين بالأسرة ناجحين جدا، يعني برج الميزان حتى على مستوى النساء من النادر أو قليلا ما نجد إما من برج الميزان منفصلة أو ما إلى ذلك. نعم. هم يحبون الحياة الأسرية ويحبون هذه السنة تخدمهم جدا. مواد برج الميزان الأبراج الصاعدة على الجانب المالي بشكل جيد، على الجانب العلاقات، خلي يسمعوني مواد برج الميزان العلاقات والبزنس رائعة جدا رائعة. وآخر شهر من السنة راح يتصالحون مع أشخاص قد يكون عندهم مشاكل وياهم في السنين الماضية. برج العقرب، العقرب من الأبراج اللي راح يستفيدون فقط على الجانب المالي، لكن ممكن أن يخفقون على الجانب العاطفي. خلينا نسمع مواد برج العقرب على الجانب العاطفي، ممكن تكون هناك إخفاقات، وممكن أن يكون عندهم أيضا عرضة للاستغلال أو عرضة إلى الوشاية من قبل الناس اللي من حولهم. لكن ماليا هي أفضل سنة بالنسبة للعقرب. طيب. خلي يدخلون بأي مشروع مالي. من بعدها القوس، حكينا عن القوس افضل برج على جميع المترأس بهذه السنه على جميع لكن للامانه احنا لما نقول افضل برج على جميع الاصعده نشمل الجانب الصحي والجانب السفر وجانب نعم. العلاقات وجانب العاطفي والمالي. الجانب المالي القوس راح يبذل مجهود، لكن يحصل المنزل المال بالنسبه للقوس موجود عندنا اقتران فلكي ما بين زحل وما بين بلوتو. طيب. وهذا الاقتران متعب بالنسبه للقوس، لكن يحصل النتيجه مضمونه الى صالح القوس. طيب. الى نهايه السنه. الجدي لا، تعب بذل مجهود، الجدي يبذل مجهود، واعتقد انه في اخر شهر من السنه راح يكون عندهم يعني انفراجه افضل. طبعا ليش يبذل مجهود الجدي؟ لانه زحل وبلوتو في الجدي. طيب. نضيف الى ذلك الجوبيتير المشتري في القوس في المنزل 12 منزل الاعداء، يعني يدعم اعداء الجدي. طيب. ونضيف الى ذلك ايضا اورانوس راح يكون في الثور بعد 5/3 والثور صديق للجدي، فيتم تغييرات ومفاجات كثيره جدا. الدلو، الدلو من الابراج اللي هاي السنه رائعه، مال سفر صحه شو من برج الدلو. هذه السنه هي سنه الشو، سنه الابداع، سنه النجوميه احسنتي، النجوميه، سنه اللي يريد يدرس يريد يعني يريد يكون له شيء معين. خلينا نقول هذه سنة حلوة للدلو، الدلو من الأبراج الصاعدة على الإطلاق. احنا اليوم مشكلتنا تعرفين شنو المشكلة؟ انه الآن بالأسترولوج أخذوا فقط الأبراج الـ 12، ليش؟ انه الكواكب تمر على هاي الـ 12 برج أو 12 جامعة نجمية، لكن الأبراج الصينية جزء من واقعنا ومن حياتنا، فهذه مع هذه تتشابك وتدخل مع بعضها البعض. احنا اليوم المشاهد اللي ما متعرف على هذه الابراج، احنا عرفناك للمره الثانيه بهذا الموضوع. بالضبط، هذه دعوه يعني. نعم. الناس لازم تتثقف اكثر وتدخل الابراج الصينيه، وعندنا ابراج هنديه وبعد درويديه وكذا، بس على الابراج الصينيه كلش كافي يعني. ان شاء الله تكون سنه خير لكل ابراج هذه السنه 2019. شكرا لك الفلك الروحاني.